السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله سيد حمزة الميالي. أهلا وسهلا أستاذ شريف. معك أشرف غريب سيد حمزة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا كلمتك قبل الحلقة اليوم حول موضوع القاعدة عند الشيعة الاثني عشرية في نظرية عرض الحديث على القرآن، يعني نعم. رواية جعفر الصادق نحن نقول رضي الله عنه عندما قال، وأنا أقول نحن أهل السنة، إن هذا الكلام منافي أصلا. اعرضوا أحاديثنا على القرآن فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فهو زخرف. وتحدثنا أنا وأنت امبارح في نظرية العصمة وعرضها على القرآن، حضرتك قلت لي أنا عايز أكمل معلومات مهمة في عرض العصمة وانتقل معك إلى البحث الثاني اللي هو العرض على الكتاب والسنة، أو العرض الحديث على الحديث، كيف يكون هذا دليل لإثبات صحة الأحاديث وهناك تنافي وتضاد في مرويات الشيعة عن أهل البيت كما يدعون. تفضل سيد حمزة. أستاذ أشرف، تفضل. ممكن تعيد، الاتصال؟ حاضر، أعيد بك الاتصال. حاضر إن شاء الله. مشكور، تسلم. طيب نعيد الاتصال بالسيد حمزة وصورته على الشاشة على شمالي كده. على شمالي هنا كده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سعد أشرف؟ الحمد لله سيد حمزة. الحمد لله وشكر الله. الحمد لله. سعد أشرف، احنا البارحة ما أكملنا الموضوع. نعم. العصمة في القرآن الكريم. حضرتك يعني أعتقد كان وقت البرنامج انتهى. نعم. يعني أوشك على الانتهاء. هو امبارح ما كانش موضوعنا العصمة أساسا، هو موضوعنا كان أمس. نعم نعم. هو نعم. عرض العقيدة على القرآن. هل أنا بسأل السيد حمزة السؤال، هل فعلا الشيعة تؤكد هذا المنهج أن كل شيء يعرض على القرآن والسنة؟ حلقتنا النهاردة في القاعدة الثانية القرآن والسنة، فلك أن تتكلم في الاثنين، سواء تثبت من القرآن أو تثبت من السنة. فتفضل سيد حمزة، ابدأ من حيث تحب. هل أكمل معك في العصمة، هل العصمة أصلا موافقة للقرآن والسنة؟ تفضل سيد حمزة. أستاذ أشرف، بس اللي أرجوه منا عندما تحدث لا تقاطعني. تفضل. أكمل ما عندي وبعدين تعرض إشكالاتك. عندي نقطة مهمة سيد حمزة، إذا سألتك سؤال أرجو أنك تجيب عليه بالدليل. ممتاز؟ نعم. ولك مني أن أرد عليك بالدليل. الرد بعد ما اكمل ما عندي. ماشي، معاك 3 دقايق لا اشكال. تاخد وقت 3 دقايق ولا تتكلم براحتك؟ انت تكلم براحتك. البارحه تكلمت عن حديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، اللي بهذا المعنى انه الاحاديث اهل البيت تعرض على القران الكريم، ما وافق القران فخذوا به. نعم. وما خالف القرآن فضروا به عرض الحائط. بعدين حضرتك سألت عن العصمة، عصمة الأنبياء وأهل البيت من القرآن الكريم. نعم. بالنسبة لعصمة الأنبياء، احنا انطينا بعض الآيات المباركة، وإذا تحب انطي بعض الآيات اللي تبين عصمة الأنبياء ونتحدث عن عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فضل ابدأ بالأنبياء أولا، تمام، ولي حق الرد. نعم. ثم بعد ذلك اتجه الى اهل البيت ولي حق الرد. تفضل. سأبدأ بالانبياء او اهل البيت؟ الانبياء اولا. الانبياء، احنا البارحه تكلمنا او عرضت ايه ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى عندما يصطفي، عندما يختار من البشر، فيختار من البشر لأن هذا يمثل الله سبحانه وتعالى في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يعمل بما يريد الله سبحانه وتعالى. فعندما يصطفي الله يختار من البشر، يختارهم بمواصفات. وحضرتك أيضا عندما ذكرت مريم عليه الصلاة والسلام، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين،
وإذا رجعنا إلى قول أم مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الله سبحانه وتعالى أنبتها نباتا حسنا، فكيف من هذه المرأة أو كيف من الأنبياء أن يصدر منهم خطأ أو سهو؟ وأيضا في قوله تعالى في سورة الأنعام قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. عندما يقول تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، فهذه الآيات دلالة واضحة على عصمة الأنبياء. وإذا جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. التعبير بكلمة ينطق، يعني ما قال وما يتكلم عن الهوى وما قال وما يقول عن الهوى، قال ينطق، يعني الصوت الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وآله كل صوت يصدر من النبي صلى الله عليه وآله هو وحي من الله. وفي رواية جزء تضبط من هذه الرواية عندما الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا إنك تمازحنا يا رسول الله، فقال لهم إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. وإذا جئنا إلى عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ففي قوله تعالى في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه إرادة الله، إنما يريد الله، والله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا اللي عندي أشرف، وإذا عندك تعقيب على الكلام. طيب شيخنا حمزة الميالي، سيد حمزة الميالي بتقول حضرتك إن دي آيات دالة كلها على عصمة الأنبياء، تمام؟ نعم. ودليل حضرتك هو لم يعتمد على دليل نقلي بل على دليل استنباطي من تلك الآيات، لأن أنا أقدر أقول لك بعصمة جميع الصحابة على دليلك هذا. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ركز الشيطان، يبقى إذن هنا دليل واضح إن الله قال في شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إنهم معصومون، صح ولا مش صح شيخنا؟ يبقى إذن بتلك القاعدة اللي حضرتك بتتكلم بيها تثبت معي عصمة الصحابة، أم إنك تنكرها بتلك الآية؟ أكمل سؤال أشرف بعدين أجاوب. لا اتفضل. أنا بص أنا في كلامي باخد جزئيات، يعني أنا ما بحبش أمط عشان الجمهور يكون معايا واحدة بواحدة. حضرتك الآن تثبت عصمة الصحابة من تلك الآية؟ هذه الآية المباركة هي نزلت في أحداث بدر. غزوة بدر. نعم. حضرتك بقول الله سبحانه وتعالى تمام إن الله طهرهم وأذهب عنهم رجس الشيطان هم أيضا معصومين كما قالت الشيعة الإثنى عشرية، نعم أو لا؟ أكملك يا سيد أشرف، يقول تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، نعم، وليربط على قلوبكم. هاي لحظة أو حالة صارت عند المسلمين، والله سبحانه وتعالى عندما قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، لكن في آية سورة الأحزاب قال تعالى إنما، وإنما حضرتك حسب ما تعرف أداة حصر،
يعني حصلت إرادة الله سبحانه وتعالى في إذهاب الرجس عن أهل البيت لا. وتطهيرهم هنا تطهيرا. بقى بس أنا بقى معلش هي هو وقتي أساسا هنا الشيخ حمزة الكيل بمكيالين اسمعني بس سيد حمزة يا سيد حمزة إذا تسمح تتكلم إذا بس ده وقتي معلش إذا تسمح لي ده وقتي بس انطني وقت بقى 10 دقائق أنا اديتك وقت لا أنا اديتك وقت ده وقتي وحضرتك قلت لي اتكلم بس خلص أنا أخذتك في سؤال بس مفصلي المهم حضرتك لما استشهدت بكل تلك الآيات اللي حضرتك استشهدت بيها الآن وتقول إن دي أدلة العصمة أنا حضرتك سيد حمزة لا أعرفك ولا تعرفني ممكن تقول لي مين فسرها مين فسرها من أئمة أهل البيت إنها دليل على العصمة سواء في الأنبياء أو في الآية القرآنية وما ينطق عن الهوى أو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت وأطهركم تطهيرا من قال أن مفاد هذه الآيات هي العصمة حتى نقول أن هذه الآيات العصمة أولا نظرية العرض على القرآن سيد حمزة لما أجي أقول أنا بعرض الحديث على القرآن لابد أن تكون الآية محكمة لا تحتاج إلى تفسير حتى أثبت منها شيء وده أنا اتكلمت معاه مع الأحبة الكرام في حركة أمس النهاردة أنت بتقول في نظرية العرض على القرآن مع عرضه أحديثنا على القرآن يبقى إذا أنا عرضت الحديث لابد أن أعرضه على آية محكمة يعني آية محكمة يا عم أشرف يعني آية ما تحتاجش تفسير عشان أحاول أبرر معناها أو أوصل لمعناها ده المحكم في القرآن أما المتشابه اللي هو بيحتاج إلى تفسير حضرتك بتقول النهاردة إن الله كيف يختار نبي ينسى ويخطئ وهو اصطفاء والاصطفاء قلت لك هو اختيار ولم يقل أحد من الشيعة سيد حمزة وده سؤال لحضرتك في حركة من قال أصلا بعصمة مريم بنت عمران عند الشيعة الاثنى عشرية مع ذكر الدليل فضلا من قال أن آية وما ينطق عن الهوى إنها دليل على عصمة النبي حتى من أقوال أهل البيت نفسه أنا أقول لك أقوال أهل البيت في الآية إيه أقوال أهل البيت في الآية أن عندما اتهم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي بآيات القرآن من عنده أنزل الله سبحانه وتعالى قوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بس ما حدش قال لك دي دليل على عصمة النبي وإنها دليل عصمة النبي تحدثت معك حتى بآيات القرآن بقى الواضحة الجلية أن نبي الله آدم هنا قال الله عنه سبحانه وتعالى إنه عصى تمام كيف نقول إنه عصى والله يقول إنه عصى وحضرتك تيجي تقولي لا ما عصاش ده معصوم ازاي يعني ازاي يعني حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فالعاقل لا اين نظريه العرض على القران تمام الله يقول عفى الله عنك للنبي صلى الله عليه وسلم لما اذنت لهم ده ربنا بيخاطب مين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول واذكر ربك اذا نسيت ايضا النبي صلى الله عليه وسلم تمام سيدنا موسى يقول لله سبحانه وتعالى إنه نسى في أمر الخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فحضرتك النهاردة آيات كلها بتقول فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا أيضا دليل على النسيان إذن قول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كلها آيات نافية وآيات واضحة مش محتاجة تفسير أنا مش محتاج أرجع لتفسير عشان أفسر تلك الآية فحضرتك عتاب حتى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أجمع التفاسير الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآية أو في هذا القول وقع منه قسم ثم تراجع عنه بتكفير لهذا القسم والتكفير لا يكون إلا عن وقوع في خطأ فهل وقع في خطأ سهوا أم ناسيا أما حضرتك بتقول لي أن الأنبياء لا تنسى حضرتك ده أنت عندك تواترت روايات سهو النبي صلى الله عليه وسلم تواترت روايات سهو النبي أنت قاعد على المنبر سيد حمزة كده بتشرح للناس بتقول لهم إيه وعلي رد الشمس مرتين محدش قبل الجمهور كده أسألك قال لك هو ليه رد الشمس مرتين ها؟ لما تيجي يسأله كده يقول لك رد الشمس مرتين هتقول له المرتين في ايه هتقول له المرة الاولى عندما نام النبي عن صلاة العصر ايه ده ازاي ده معصوم يا عم الحاج ازاي نام عن صلاة العصر فخشي ان يفوت موعد الصلاة وتغرب الشمس فردها عليه شيخ النهاردة انا بتكلم مع حضرتك لما تيجي تقول لي انا اثبت العقيدة بالعرض على القرآن واخترنا عقيدة العصمة انا حاجة عايز اتكلم فيها
يبقى إذن أنا عايز دليل حضرتك، من فسر تلك الآيات من أئمة الشيعة من أهل بيت النبي، كما أقول أنهم يدعون هذا على أهل بيت النبي، من فسرها أنها دليل على عصمته أو عصمة الأنبياء؟ واحد بس فسر آية أنها دليل على العصمة وأنا موافق. كلام إنشائي أنا ما بحبوش شيخ سيد حمزة، أنا رجل اسمي رجل الدليل، فهل من دليل؟ تفضل أستاذ أشرف. أنت رضيت وأشكال، إذا رجعنا الإشكال الأول ما أعرف بالضبط أي إشكال، بقوله تعالى في سورة النجم وما ينطق عن الهوى، أنا بس أريد أسأل سؤال. في القرآن الكريم وردت كلمة قال، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، وإذ قال، وفي آية يقول ويكلم الناس في المهد، وفي آية وما ينطق عن الهوى، شنو فرق قال وبين يكلم وما بين كلمة ينطق؟ احنا غير نفكر ماذا تعني كلمة ينطق حتى نفهم الآية المباركة. بعد أن كلمة ينطق جاءت كلمة نكرة، وما ينطق وما أداة نفي، وعندما جاءت كلمة ينطق نكرة أي أن الله سبحانه وتعالى نفى عنه كل جزئية أنه تكون عن طريق الهوى في جانب النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا رجعنا، حضرتك ذكرت مريم عليه الصلاة والسلام، الله يقول وأنبتها، الله أنبتها، يقول وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنا أخالف كلام الله عندما يقول وأنبتها نباتا حسنا. يا سيد أنا لم أخالف كلام الله، أو في قول أمها عندما أستاذ أشرف بس أكمل فضل بكل مجال، فضل في كلام أمها عندما قالت وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هو الإنسان عندما يخطأ، الخطأ منين يجي؟ الخطأ يأتي من الشيطان، هو اللي يوسوس الإنسان. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعاذها من الشيطان الرجيم، من أي مصدر الخطأ؟ أما آية التطهير، الآية جدا واضحة، الله عندما قال وإنما هي أداة حصر، وفي اللغة هي من أشد أدوات الحصر، عندما قال تعالى إنما يريد الله، يعني الله يريد. هسه الله سبحانه وتعالى، الله إذا أختار بشر من البشرية وأذهب عن الرجس وطهره تطهيرا، وتطهيرا تعرف مفعول مطلق، يعني تفيد حد الكمال، حد الكمال. إذا أختار بشر وأذهب عن الرجس وطهره تطهيرا، هذا الله يريد. هذا من أين يخطأ؟ من أين ينسى؟ من أين يسهو؟ من أين يأتيه الذنب؟ إذا الله أراد سبحانه وتعالى. أستاذ أشرف أنا لا تسمح لي، نعم اسمح لي 10 دقائق، لأنه لا بالنسبة لأن شوي عد اتصال، طيب اتصال على الموبايل. طيب تفضل موبايل، تعود الاتصال بينا سيد حمز، تفضل. إن شاء الله، مشكور ساش كريم، مشكور، جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سيد حمزة. أنا آسف على الموقف اللي صار. لا ولا يهمك، معذور. احنا وين وصلنا؟ شوية مشكلة وصلت مع حضرتك الى اين الادلة من اهل البيت. انت بتقولوا دايما ان اهل البيت هم عدل القرآن وانهم المفسرين للقرآن ولا نأخذ عنهم الا ما وافق القرآن. الان اهل البيت هل فسروا الايات اللي حضرتك فسرتها بادلة على العصمة بانها دليل على عصمة؟ ومن قال بعصمة مريم بنت عمران عندك من اهل بيت النبي؟ فضل أستاذ أشرف، أنا أناقشك بالقرآن الكريم. أنت لا حجية بالقرآن الكريم إلا بقيم عندك سيد حمز. أنت البارحة قلت آيات القرآن واضحة. طب وآيات القرآن هل في آية ذكرتها أنت تفيد العصمة في كل الآيات دي، ولا أنت استدليت بالآية وأدلتك عقلية؟ احنا قلت لك بالنسبة إلى مريم عليه الصلاة والسلام. سيد حمزة بس ركز معي سؤالي سيد حمزة. حضرتك لما جيت استدليت بآية مريم، حضرتك حطيت دليل نقلي للعصمة ولا دليل عقلي؟ أنا أعطيك دليل من القرآن الكريم. والقرآن الكريم لم يقول بالعصمة، ما فيش آية صرحت بالعصمة.
ليش ما الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس، يعصمك من الناس. ممكن تقول لي ما معنى يعصمك من الناس؟ انت ريت كلمه عصمه بالقران الكريم. انا بسالك انت دلوقتي وكلمه عصمه يعصمك من... طب الله يقول لا عاصم اليوم من امر الله، معنى كده ان كلمه عصمه قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يبقى دي معناها كلمه عصمه. ازاي يا شيخ يعني حدث العاقل بما لا يعقل؟ الان والله يعصمك من الناس، ما معنى يعصمك من الناس يا شيخ حمزه؟ سيد حمزة. احنا نرجع للتبليغ، احنا نرجع للتبليغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. طب وان لم تفعل فما بلغت رسالتي والله يعصمك من الناس، ما معنى يعصمك من الناس؟ العصمه الحمايه هنا. الله يفتح عليك. يبقى اذا ليس مفادها العصمه من خطا او سهو او نسيان. ما معنى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا، اي تمسكوا بما قال الله؟ نعم. ماشي، من كل حلال وحرام. لا عاصم اليوم من امر الله، اي لا مانع اليوم من امر الله. يبقى اذا ايضا يبقى اذا اين هنا سيد حمزه، بس عشان الجمهور يفهم، اين الايه التي وضحت العصمه؟ معلش انا هسالك سؤال وبتقول لي القران واضح. القران اوضح الواضحات لما تحدثت معك في معصيه نبي الله ادم. الان نبي الله ادم بتقول حضرتك من ضمن كلامك كيف نبعث نبي ينسى، مش حضرتك بتقول الكلام ده عن الله سبحانه وتعالى؟ نعم. الله قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. الآن سيد ولم نجد له عزم. إزاي يقول المولى عز وجل عن نبي أرسله إنه نسي ولم نجد له عزم؟ طيب أنا بقول لك كيف يقول الله إنه نسي، يعني ما يرتفع إلى مرتبة أولي العزم. قلت لك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات. يعني معلش سؤال، يعني موسى من أولي العزم من الرسل أم لا؟ نعم من أولي العزم. قال كيف نسى عندما قال للخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا؟ استاذ اشرف احنا اذا دخلنا هذه الايات بين موسى اولي العزم لا ينسون، ادم لم يصل الى مرتبه اولي العزم فعشان كده نسي. طب سيدنا موسى من اولي العزم حضرتك اعترفت، كيف نسى؟ تفضل سيد حمزه. استاذ اشرف تفضل سيد حمزه. اذا تحب انا بحب اذا تحب جاوبني بس على النبي الله موسى تفضل. جاوبني على النبي الله موسى تفضل، كيف نسى؟ يا سبحان الله. اذا تحب نفرد حلقة كاملة للحديث عن ما جرى بين موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام. هي حلقتي واحدة، هي حلقتي واحدة تسلسلة. تفضل كيف نسى نبي الله موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت؟ هذا موضوع مو أجاوبك بكلمة أو كلمتين. نتكلم بما أردت، كيف نسى وهو من أولي العزم؟ سبحان الله. الحديث بهذا الموضوع ما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه الصلاة والسلام حديث طويل. أنا بتكلمش في الحديث الطويل، أنا بتكلم في اعتراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه نسى. ولماذا ذهب إلى الخضر؟ ما لناش دعوة. لماذا الله سبحانه وتعالى طلب من موسى؟ مش موضوعي ليه راح للخضر، ومش موضوعي ليه تعلم من الخضر، ومش موضوعي إيه اللي حصل ما بينه وما بين الخضر. موضوع اعترافه وبأدلة قرآنية قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، كيف نسى؟ أولا موسى عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا ومن أولي العزم يعتبر هو الوالي والمتصرف بشؤون العباد. مش موضوعي عندما اشترط عليهم. يا سيد حمزة مش موضوعي ما مقام نبي الله موسى، مش بتكلم فيه ما مكانة نبي الله موسى، مش بتكلم فيها. كيف نسى؟ مو غير اجيب لك من البداية. لا مش لك من البداية، انا مش قاعد في الحسينية والله سيد حمزة، انا في وقت للبرنامج ووقت للجمهور، فمعلش يعني احنا مش بنشرح مقامات نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كيف نصل إلى جواب السؤال؟
إذا ما نفهم شنو الأسباب مش اللي أدت للناس مش عايزين يا سيد حمزة في مشايخ حضرتك تشرح ليهم قصة نبي الله موسى مع قومه وقصته مع الخضر وقصته. أنا بسأل حضرتك سؤال مفصلي أنا مش عايز أعرف، أنا حافظ القصة كيف ناس الناس دي كلها عارفة القصة، اللي قاعدين بيسمعونا دول عارفين القصة، وأنه قال من أعلم من في الأرض يا موسى، قال أنا فعاتبه الله سبحانه وتعالى، وده جزء آخر ينسف عصمته أساسا أنه يقول أنا تمام، والله أدله على من أعلم منه. مش موضوعي ده كله، أنا موضوعي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة. اتفضل. وليش قال هذا الكلام؟ ليش؟ لأنه عهد الخضر ألا يسأله عن سؤال، فهل خلف وعده وعهده أم نسى؟ هو شال تصرف غير حكيم. أنا بسألك سؤال، هل عندما وعد موسى الخضر بألا يسأله خلف وعده وعهده أم إنه نسى؟ شاف تصرف غير حكيم عندما خرق سؤال. قال أنا خرقتها لتغرق أهلها. أنا بتكلم في كده برضو، أنا بسألك نبي الله موسى عندما وعد الخضر ألا يسأله هل خلف وعده وعهده أم نسى؟ مو إخلاف وعد، بس شاف تصرف غير حكيم. ما لناش دعوة شاف تصرف غير حكيم. سيدي حمزة، نسى أم خلف وعده؟ أنا بالنسبة لي عندما أنظر إلى هذه الآية المباركة، بالنسبة للقرآن الكريم، بالنسبة للقرآن الكريم، نسى أم خلف وعده؟ وقال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. بعدين أنا أحكي لك يا سيدي، أنا والله أعرف القصة، أنا بسألك سؤال، لا تؤاخذني بما نسيت، قلت حضرتك آدم ليس من أولي العزم فوقع منه النسيان ولم يكن له عزم، أما نبي الله موسى قلت لي من أولي العزم، قلت لي حضرتك نعم من أولي العزم، قلت لك كيف نسى؟ السؤالي والله اللي بقاله 10 دقايق فيه، كيف نسى أم خلف وعده؟ نعم السؤال واضح. السؤال واضح، بس السؤال الجواب له مقدمات. ما فيش مقدمات والله العظيم، أي صدقني توضع المقدمات للفقط للهروب من أصل الموضوع. عذرني في كلام، أنا أعلم بالشيعة منك وأعلم بالتشيع منك وأعلم بما ستريد أن تقول منك أنت شخصيا بفضل الله سبحانه وتعالى ورب الكعبة إجابة الشيخ حمزة ورطة بحالتين، لو قلت خلف وعده ورطة، لو قلت نسى ورطة. فحضرتك عايز تدي مقدمات 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 وبعد كده يتقطع الاتصال أو أنا أنسى السؤال. بس أنا ما بنساش السؤال، مشكلتي في حياتي ما بنساش السؤال، نسى أم خلف وعده؟ تفضل. وانت المشكلة ما قاعد تقتنع. أنا مش بقتنع، ده قرآن كريم، اقتنعي قرآن بيقول نسى، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، كيف نسى؟ تفضل. مجاربتك سيد أشرف، فين الجواب؟ انت ما جاوبتنيش. قلت لك تفضل. هو عندما ركبه في السفينة، حتى إذا ركبها في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يا سيدي والله أنا مش دعوة باللي حصل في السفينة إيه، أنا بتكلم، أنت دلوقتي بتتكلم عن نبي من أولي العزم معصوم لا ينسى ولا يسهو ولا يخطئ ولا ينام ولا ولا ولا، ما شاء الله يعني متفصل تفصيل، كيف نسى؟ ما أنت لو قلت نسي ضربنا بالعصم عرض الجدار، لو قلت خلف وعده يبقى أنت دخلت نبي الله موسى والعياذ بالله في المنافقين، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، تمام؟ أدخلته في المنافقين على طول. فأنا بسألك سؤال، لا هو جاوب، كيف نسى؟ هو جاوب، كيف معصوم ينسى؟ تفضل. مو قلت لك شاف عمل أو شاف، ما أنا بقول لك كيف نسى وعده، يعني شاف اللي شافه، احنا ما لناش دعوة شاف إيه وحصل إيه، مش هو ما فيش مبرر للنسيان، هل هناك مبرر للنسيان للمعصومين؟ هو مو قلت لك كون موسى، أنا بسألك هل هناك مبرر للنسيان المعصومين؟ حضرتك قلت عبارة أخطر من الخطورة، قلت ولا بد أن نعلم أن وقوع الخطأ، أنا كاتبها لك والله، الخطأ
لا يقع إلا أو النسيان من فعل الشيطان. ده أنا كاتبها لك لما أنت قلتها في كلامك. فأنا رحت عامل حتى والله هو خلنا الله يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أنا بسألك سؤال الآن كيف الشيطان. كيف نسى؟ فقلت إزاي يكون هناك شيطان للأنبياء والشيطان هو؟ فقلت ماشي كتبتها لك الآن. كيف نسى المعصوم موسى؟ تفضل. أتوقع أجبتك على هذا السؤال. فين الإجابة؟ كيف نسى المعصوم؟ هل المعصوم ينسى؟ جاوبني، هل المعصوم ينسى؟ أتوقع أجبتك على هذا السؤال. ما سمعتش والله إجابة. أنت حد سمع إجابة من مشاهدين سنة أو شيعة معايا؟ حد يسمعون الإجابة سنة أو شيعة سمع إجابته؟ بصراحة كده ها قلت لك إن موسى عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا ومكلف من الله سبحانه وتعالى بأن يكون المتصرف بأمور العباد، فعندما وجد فعلا منكرا أو فعلا خطأ أو تصرف غير حكيم اعترض عليه. هل هناك مبرر؟ بسأل حضرتك سؤال، هل هناك مبرر للنسيان؟ هل هناك مبرر للنسيان؟ أحياناً الحدث. شوف أنا سؤالي. أحياناً الحدث. هل هناك مبرر لنسيان المعصوم؟ لا يوجد مبرر إلا إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني مش فاهم يعني إلا يوجد مبرر إلا إذا كان في طاعة. أنا بسألك ده معصوم، هل يوجد هناك مبرر لنسيانه؟ يبقى إذا أنا إذا نسيت في طاعة الله فأنا معصوم برضو صح؟ ولكن النسيان حضرتك قلت ما تنساش لا يوجد مبرر النسيان إلا إذا كان في طاعة الله. يعني إيه النسيان في طاعة الله؟ يعني عايز أفهم يعني إيه النسيان في طاعة الله؟ يعني أنت قلت النسيان من الشيطان والخطأ من الشيطان، فهل كان النسيان من الشيطان؟ نبي الله موسى كما أنت تحدثت في البداية أم من طاعة الله؟ قلت لك رأى شيئا يا شيخ رأى ما رأى. أنا بسألك هل هذا مبرر لخلاف وعده أم نسيانه؟ حضرتك إلى الآن بتقول لي أصل رأى أصل شاف أصل مش أنا مش مشكلتي دي. أنت قلت عقيدتنا في العصمة أنهم لا يخطئون ولا ينسون ولا يسهون. يبقى إذا قلت وقوع النسيان خلاص طيرنا العصمة. شكرا ليك، أقول لك ما فيش حاجة اسمها عصمة مطلق. تمام. فحضرتك الآن نبي الله موسى نسي، وفي آية أخرى يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، آية أخرى. تمام. الآن اعتراف موسى في الآيتين دليل واضح على نفي عصمته أم لا؟ وما أنسانيه إلا الشيطان متابع إلى موسى عليه السلام. أمال مين؟ تابع للفتى اللي كانوا وياه. وانت نسيت ان الفتى، شفت بقى انا وقعتك الوقعه الثانيه ازاي؟ انت نسيت ان الفتى هو يوشع وصي موسى، ويوشع مفروض معصوم. ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ لانك اعترفت بنسيان، لانك اعترفت. قال موسى لفتاه والفتى واذ قال موسى لفتاه يعني من الفتى؟ يلا من الفتى سيد حمزه؟ الفتى ابحث بالتفاسير الطوائي. تعالى كده في ميزانه يقول كان وما انساني الا الشيطان. بصوا اخواننا الاحبه ماذا كل الطبطبه؟ يوشع بن نون النبي هو الفتى. يوشع النبي ده في تفسير الميزان. ادي على الشاشه انا بتكلم بالدليل ازاي يا شيخ؟ اسمع بس انا بقرا اهو، انا بتكلم بالدليل ورب الكعبه على الشاشه تفسير الميزان الجزء 17. تمام. اجيب لكم بس ايه ادي وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن فتى موسى وهو يوشع النبي عليه السلام فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. شفت يا شيخ انا بتكلم بمصادر ازاي؟ تفسير الميزان للطبطبائي جزء 17 صفحه 209. يلا نرجع تاني للجمهور معنا، نرجع تاني. يبقى اذا الان نسى موسى ونسى فتاه
يبقى إذن أين عصمتهم؟ يعني استحضرتك خالد بتفسير النزار. جبت لك اهو، انت قلت لي اثبت ان هو الفتى كان يوشع، جبت لك من تفسير الميزان باعتراف الطبطبائي تمام بان الفتى، وعلى فكره عندي اعتراف علماء كتير ان الفتى هو يوشع وصي موسى، والوصي عندك معصوم، فكيف نسى ايضا؟ تفضل. وقلت لك احنا لازم نبحث في كل التفاصيل، يعني نبحث في كل التفاصيل يا شيخ، مش محتاجه بحث ورب الكعبه، هي محتاجة إيمان. قال الله، قال رسول الله، سمعنا وأطعنا. قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، خلاص لا أحد غير الله سبحانه وتعالى ينسى، الله لا ينسى والجميع ينسى. لماذا؟ لأن هذا قول الله في الأنبياء، موسى نسى وسيدنا إبراهيم نسى، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرك نسى في قوله تعالى لا تحرك لسانك لا تعجل به تمام، واذكر ربك إذ نسيت. يبقى إذن آيات كثيرة تتحدث عن النسيان، واجيب لك أنت أن النبي نسى من عندك، طب وسهى عن صلاة العصر من عندك أيضا، والرواية تطورت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشيعة عندك، ولذلك رد عليه الشمس لما حضرتك بتقعد على المنبر سيد حمزة وتقول أن عليه رد الشمس مرتين، بتقول لهم المرتين ليه سيد حمزة؟ بشوف أن الروايات ليست جميعها عندي قطعية، أنا تقيد بالقرآن الكريم، أتقيد بالقرآن الكريم. إذا تقيدت بهذا القرآن وربك كعبة سيد حمزة، إذا تقيدت بهذا القرآن بس اسمعني سيد أشرف، من تتحدث استمع لك مقاطعك. فضل. عندما تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، هذه لا تدل على النسيان. وفي قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وسنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك فلا تنسى، فسرها أهل البيت عندك أن النبي كان ينسى القرآن بتفسير أهل البيت، تأخذ به أم ترفضه؟ قلت لك أنا أأخذ بآيات القرآن. طب وآيات القرآن وهذه ليس فيها آية واحدة قالت بعصمة مطلقة من خطأ أو سهو نسيان. آيات القرآن وهذه لم تقل بالإمامة المزعومة عند الشيعة الاثنى عشرية. آيات القرآن وهذه لم تقل بالبداء لله. آيات القرآن وهذه لم تقل بالتقية مع المسلم وغير المسلم. آيات القرآن وهذه لم تقل بأن الخمس من الغنائم، لم تقل بأن الخمس من مكاسب الناس بل من الغنائم الحرب. آيات القرآن هذه لم تقل بزواج المتعة الموجود إلى الآن. آيات القرآن هذه لم تحرم إرث الزوجة ولا إرث المرأة من الأرض ولا العقار. آيات القرآن هذه فيها أحكام كل حلال وحرام. آيات القرآن هذه جعلتنا نؤمن بالله وبالرسول وبالملائكة وبالقضاء وبالقدر، ولم يسا فيه آية واحدة تقول آمنوا بالإمام أو بالوصية. آيات القرآن هذه في توحيد الأسماء والصفات واضحة جلية، في الوسيلة واضحة جلية، في توحيد الألوهية. آيات القرآن هذه إذا حضرتك احتكمت إليها لن تكون شيعيا بعد اليوم، إذا احتكمت لهذه الآيات. أنت سارت أردت واي مواضيع. أنا برد على كلامك والله، مش واي مواضيع ولا حاجة، أنا برد على كلام حضرتك. يبقى إذا التزمت بتلك الآيات يبقى حضرتك لن تكن شيعيا لدقيقة واحدة. تنطيني مجال أتكلم؟ تفضل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني ذريتهم بها إن كنا أمة، قال لا ينال عهد الظالمين، أي نعم من ذريتك يكون الإمامة، إنه لا أعد إمامة علما للظالمين. يعني الظالمين يا شيخ؟ هسه إذا جئنا على الإمامة، إذا تتحدث عن المتعة، لا خليك في الإمامة الأول، خليك في الإمامة الأول فضلا. الآن بتقول لا ينال عهد الظالمين، هل النبي عندك محمد صلى الله عليه وسلم إمام منصب كان فنسيبه عليه؟ طبعا إمام النبي دليل، دليل واحد بس إنه نصب بالإمام. أنا عندي دليل نفي الإمامة من كتب عندك، إن النبي لم يكن إمام من الكتب عندك. عندك دليل؟ أعطيك الدليل، حاضر.
آدي بسم الله. شوف أنا يعني تطلب تجد إخواننا الأحبة. آدي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. شوف أنا بتكلم بالدليل إزاي، جزء الأول صفحة 215، باب إن الأئمة في كتاب الله إمامان، إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النار، عن محمد بن يحيى لما نزلت هذه الآية وما ندعو كل أناس بإمامهم، قال المسلمون يا رسول الله، قال المسلمون ركز يا شيخ حمزة، يا رسول الله ألست إمام الناس أجمعين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعد أئمة على الناس من أهل بيتي. تفضل يا شيخ، نفى النبي عن نفسه الإمام. أولا على دليلك، بس دليلك أنه كان إمام، أنا أديتك دليل النفي، اديني دليل الإثبات. شوف أنا بتكلم بمصادر إزاي في ثواني معدودة على الهواء مباشرة بدون تحضير، تسألني طلع الدليل. لما بنيجي نتصل بيكم نسألكم أنا مش جاهز دلوقتي، أنا عندي اجتماع، أنا مش قدام الأدلة. حاضر، نحترم ذلك. فضل الدين الدليل يا شيخ إنه كان إماما. أردت آية قرآنية، آية قرآنية، الله سبحانه وتعالى عندما أعطى إلى إبراهيم النبوة والرسالة وجعله خليل، بعد ذلك جعله إمام. ده كلام الشيعة، ما لناش دعوة بيه، احنا بنتكلم دلوقتي. انا جبت لك آية قرآنية، آية قرآنية، لا يكون الظالم إمام، فقلت لك هل النبي كان إمام؟ بس خليك معايا، انت رحت إلا وترجعك تاني لإبراهيم. قلت لي نعم كان إمام. دليلك فضل، انا اديت دليل النفي. الناس سألوا ألست إمام الناس؟ قال لا، انا رسول الله. اذا انت الامام لابراهيم، قال لا النبي محمد يا شيخ حمزه، سيد حمزه، النبي قال لم أكن، ليس انا لست اماما. هل النبي كان ظالم؟ انت تفهمها كذلك. انا افهم ده حديث يا شيخ، انا نزلته للناس على العام، ظهر صوت وصور. انا لو الناس بيسالوا ألست امام الناس؟ قال انا رسول الله، ولكن أنا سيكون من بعدي أئمة، أئمة من أهل بيتي. يعني هو نفى عن نفسه الإمام، هو نفى عن نفسه الإمام. ممتاز. فحضرتك الآن مطالب بالدليل الإثبات، أنا قدمت دليل النفي، اديني دليل الإثبات. هذا مو دليل النفي، مو دليل. أنت تفهم دليل النفي، أنا فهمه مو دليل النفي، أنا فهمه مو دليل النفي. أنا رسول الله إلى الناس أجمعين. أيوة، أنا رسول الله يعني إلى الناس إمام. أجمعين. لما الناس قالوا له ألست إمام الناس؟ قال إيه؟ أنا رسول الله، لم يقل قال أنا إمام. أنا رسول إلى الناس أجمعين. نعم. أنا رغم قلت لك، أنا أستاذ أشرف، أنا رغم قلت لك الروايات والأحاديث في الكتب سواء الشيعية أو السنية أنا لا أعترف بها إلا إذا كان الحديث مسند وصحيح، مسند وصحيح، مسند وصحيح. انت ما عندكش حديث واحد مسند صحيح على شروط الشيعة في علم الحديث. جالك اتصال. جالك اتصال، طب اتفضل يا شيخ.